أحسن الله عزاك في وقتك، ضيع وقته فيما لا ثمرة فيه. تلقى يتتبع الأخبار، وش قالت القناة الفلانية، وش قالت القناة الفلانية، وش وجد في الموقع الفلاني، وش قال في الجديدة الفلانية، وبعدين عقب أسبوع كل هذا ما له قيمة، صح ولا لا؟ ومثل حقين الكورة مساكين يضيعون أوقاته، شات فلان شات فلان ولو. طيب وبعدين عقب أسبوع خلاص طاحت هالمعلومة ذي، ما عاد لها قيمة. عندما يشتغل الإنسان بما ينفع، ينفع في دنياه أو في آخرته، يعود عليه بالخير والنفع. أما إضاعة الوقت في أمور ثمرتها قليلة، الشيء اللي يفيدك من هذه الأخبار تحتاج إلى معرفته في دقائق معدودة، وبيصلك يصلك. يا ناس ما شاء الله ما نلقف منهم يوصلوا لك المعلومة على طول. ولذلك اشتغال الإنسان بما ينفع، ايش رأيك في تسبيح ولا في تهليل ولا في صلة رحم ولا في دخلت على أبوك ووسعت صدره، ولا في قراءة قصص نافع في عبر ومواعظ، ولا قراءة تاريخ يعود عليك بالنفع، ولا في بيع مشترى تقصد به زيادة مالك وتنميته لتقوم بالواجبات الشرعية التي أوجبها الله عز وجل عليك، وللمساهمة في سبل الخير، هذا اللي تنتفع به. ولا ضياعه وبعده خسارة دنيا وآخرة بلا ثمرة.